السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في جولة جديدة من تجاربي في امريكا. النهاردة جولتي برضو هتكون في كوسكو. كنت وريتكم الفيديو من اسبوع كده، التخفيضات اللي نازلة بسبب البلاك فرايدي. دلوقتي جايبة عشان اكمل لكم بقية شوية حاجات كده رفايع، استعدادات اللي في بلاك فرايدي والشوكلت والحاجات اللي نازلة عليها وكحك العيد وكل الحاجات دي هنشوفها مع بعض دلوقتي جوه. تعالوا نشوف مع بعض. اول عرض عندي هلاقيه على الباب اللي هو اللي هي النينجا اللي هي حل الضغط، ومعاها اير فراير، معاها غطا اير فراير، هي معاها غطاين، غطا وغطا. دي نازله بس دي 6.5، دي زي اللي انا كنت جايباها من ماسز، كنت جايبه منها انستنت بوت بس مقاس اكبر، اللي انا جايباها كانت مقاس 8. دي 150 دولار نازله 120. طبعا ده عرض ممتاز. ودي حجمها اهو على الطبيعه، حجمها مش ضخم زي الانستنت بوت، صراحه الانستنت بوت كبيره قوي، والغطا بتاع الاير فرايد متثبت فيها، يعني موجود ثابت فيها، موجود بمفصل كده مش بيتخلق. وبعدين هلاقي اغلب العروض اللي نازله حاليا هلاقيها كلها على التلفزيونات. ايه دي العروض بتاعت التلفزيونات، السعر متهيألي واضح اهو. تمام، هروح دلوقتي على طول على الركن بتاع الكوكيز، وهتلاقوا الركن ده اصلا يعني بيخلص بسرعه، فعلشان كده انا جيت اصوره على طول، خفت عشان اجي ما الاقي حاجه خلصت ولا حاجه. تمام، اهو هتلاقوه اول ما تدخلوا. في عندك كذا نوع، يعني ده نوع عباره عن شوكليت، علبه شوكليت شكلها جميله، ادي الاشكال بتاعتها اهي، دي شايفين نازل عليها عرض. لا مش دي اللي نازل عليها العرض، لا نازل عليها العرض اللي جوه، دي نازله ب 13 دولار. تمام، دي اللي عليها العرض اهي، دي اللي هي 21 اوز، دي نازله، هتبقى بصوا نازله من 10 نازله 3 دولار، هتبقى ب 7. في ده علبه الكحك، دي انا جايه اصلا مخصوص علشان خاطرها، لان سمعت عنها كتير ومصدقت ان هم جابوها متاخر عندنا في كاليفورنيا، فلسه جايبينها. شايفين العلب بتاعتها اصلا خلصانه ازاي، دي نازله اهي، نازله من 10 دولار، نازله 2.5، هتبقى ب7.5. وزي ما انتم شايفين هي وزنها 2 باوند يعني كيلو. دي هوريها لكم لما نروح مع بعض في البيت هنشوفها مع بعض. ده بقى الكوكيز بالزبده لو انتم بتحبوه، 5 باوند ب 13 دولار. شايفين العلبه كبيره قد ايه. ده بقى اللي هو شبه البيتي فور، طبعا كل الحاجات دي في علب صفيح. دي كام؟ دي 3 باوند، 3 باوند ب 12 دولار. وده كنا شفناه المره اللي فاتت، ده كوكيز، هو كوكيز الزبده برضو، 4 باوند ب 13 دولار. تمام، وفي ده برضو شايفين شبه البيتي فور بتاعنا، ده نازل 2 باوند اهو ب 13 دولار، والعلبه بتاعته شيك جدا. ده انواع شوكليت، في اهو شوكليت ميلك وكراميل وكاكاو ودارك شوكليت، 4 انواع. دي ب 12 دولار، كام باوند؟ 2 باوند، اللي حاجه بسيطه يعني. دي علبة بتاعت مكسرات، عاملة زي حاجة رمضان بتاعتنا، شبهها قوي يعني، حاطين فيها التين والمشمش وال اهو، شايفين جميل قوي. دي علبة النط، دي ب 20 دولار، واضح انها كبيرة كمان وزنها، شوف وزنها، وزنها كيلو. وده برضو نوع شوكولاتة، برضو جميل لطيف اهو، ده شكل العلبة من بره، ودي من محتوياتها. دي البوكس ده ب 11 دولار، المفروض بقية الكورنر ده الركن ده يبقى شوكليتس، انواع الشوكليتس بس مش موجودة الناحية دي، ممكن تبقى الناحية التانية.
ادي بقيه انواع الشوكولاتات. في نوع ده دي انواع الشوكولاتات اللي موجوده. منزلين طبعا حاجات كانها كلها هدايا، يعني كلها معموله على شكل انها هديه. الشكل ده شكل العلبه نفسه قيم جدا. يبقى دي كده اهي الشوكولاتات. احنا كده لفينا ورجعنا تاني عند النقطه اللي فيها الشوكولاته والكحك، تمام. دي الشوكولاتات اللي انا حبيت اوريها لكم، والكوكيز والكحك حبيت اوريها لكم عشان لو حد حابب يجرب يلحق قبل ما الحاجه دي تخلص، لان الحاجات دي موسميه بتتعرض في الموسم بتاعها وبعد كده خلاص يعني مش هتلاقوها تاني. وهنا برضو في باكيتات اهي زي هدايا، باكيت يعني فيها كذا حاجه. دي موالح، حاجات موالح. وفي دي شكلهم لطيف قوي، كلها حاجات هدايا معموله باكج كده بتاعت هدايا، شكلهم شيك قوي. او برضو ده جيفت، برضو تي جيفت، تي بوت، سوري تي بوت جيفت. الحاجات دي شكلها شيك خالص. في برضو من ضمن العروض اللي نازله اللي هي الاير فراير دي، كام دي؟ 6، مقاس 6 اهي الحلة بتاعتها، نازله ب$50. ودي النينجا بتاعتها اللي احنا شفناها بره. دلوقتي هروح على الركن اللي هو فيه الرز علشان عايزه اوريكم انواع الرز اللي هو البسمتي والرز اللي هو الرز المصري العادي، عشان في ناس كتيره بتسال عليه. هنا ده الركن بتاع اللي هو البسمتي رايز والجاسمين رايز، بس هو الجاسمين رايز خلصان. الجاسمين رايز عباره عن 50 باوند ب$37، وده 20 باوند ب$17.5. ده شكل الكيس بتاعه، محطوط في باج كده. ده الكيس ده مكتوب عليه اهو بسمتي. ده الرز البسمتي اللي بنجيبه من عند كوسكو، انا مجرباه وهو جميل صراحه، حلو وطبعا سعره ممتاز. هنشوف الرز العادي. هنا ده الدقيق اللي احنا بنجيبه برضو من كوسكو، النوع ده ممتاز اهو، كليتشل اول بروبوز. ده 25، في منه مقاسين 25 باوند ب$6.5. شايفين قد ايه يعني السعر بتاعه فرق جدا عن الجو من اي مكان تاني. وده كام؟ 50 باوند، يعني 22 كيلو ب$11.90، يعني 12. طبعا هو ده اقل في ارخص، بس انا الصراحه بحب اجيب المقاس ده علشان ايه ما يقعدش فتره طويله ويبوظ يخلص اجيب غيره بقى. ده برضو الدقيق. تمام، انا الرز بقى دورت عليه مش لاقيه للاسف خلصان. هوريكم الرز اللي هو المصري اللي هو اللي حبيته صغيره، هوريكم شكله اللي عندي في البيت وشكل الحبه بتاعته، عشان لما تيجوا تشتروا هتلاقوا انواع كتير. بس طبعا زي ما قلت لكم هو خلصان النهارده، فكده تعرفوا وانتوا بتشتروا تجيبوا انهي نوع. تمام كده انا خلاص اللي كنت جايه عشان اوريه لكم النهارده في كوسكو كده خلص. انا دلوقتي بقى هنروح وهوريكم الرز في البيت، وهوريكم الكحك لما نفتحه شكله من جوه عامل ازاي وطعمه، وهقول لكم رايي فيه بمنتهى الامان. اول حاجه هوريها لكم في البيت عندي هي الرز اللي هو الصغير، الرز المصري الصغير بتاعنا. ادي شكل الكيس اهو، بس هو طبعا تقيل جدا فانا مش عارفه اعدله. ده كان 50 باوند، يعني انا جايبه لي فتره عندي اهو مفتوح. هوريكم الحبه بتاعته، ادي الحبه بتاعته شايفينها زي الرز بتاعت مصر بالظبط.
مختلف تماما عن اللي هو اللونج جرين اللي هو الموجود على طول هنا في امريكا. هو اللونج جرين يعني شغال برضو، بس في ناس كتير مش بتحبه، وفي ناس ما بتعرفش تتعامل معاه، مش بيستوي منها بسهولة. احنا متعودين على الرز الصغير بتاعنا ده في المحشي وفي الرز بتاعنا اللي بالشعرية، فناس كتير بتدور عليه. انا مش فاكرة طبعا سعره لاني كنت جايباه من فترة، بس اهو ده شكله وده اسمه اهو، وانا كده وريته لكم ايه كل حاجة على الطبيعة. وهوريكم برضو بالمرة الرز البسمتي اللي وريته لكم في الستور، هوريه لكم شكله بقى في على الطبيعة، شكل الحبة بتاعته. ده بقى هو الرز البسمتي اللي احنا شفناه في الستور، تمام. هوريكم الحبة بتاعته، ادي الحبة بتاعته اهي. الحبة بتاعته مش كبيرة ورفيعة، يعني مش طويلة قوي ورفيعة، وبتطلع حلوة، حجمها حلو لما بتستوي، بتبقى جميلة، مش بتبقى تخينة ومش بتبقى اللي هي طويلة قوي، يعني بتبقى حلوة متوسطة. وانا جربته في كذا حاجة، ولسه هنعمل بيه حاجات مع بعض في الحلة بتاعة الانستنت بوت. هعمل لكم بيه البرياني، هنوريه لكم وهتشوفوا شكله هو مستوي. ده اللي هو الباسماتي رايز. دلوقتي بقى هوريكم اخر حاجة، الكحك، علبة الكحك بعد ما فتحناها. ادي علبة الكحك بتاعتي اللي اشتريناها مع بعض من كوسكو. هتلاقوها من جوه متقسمة كده 4 اجزاء. طبعا هو في جزئين خلاص خلصوا، ولاد خدوهم اكلوهم. عايزة اوريكم الحبة بتاعتها، حبة اهي مش كبيرة، صغيرة خالص، يعني هي اصلا تتاكل في قطمتين يعني. وعايزة اوريكم شكلها من جوه محشية، وعايزة اوريكم القوام بتاعها. اول حاجة اوريكم القوام بتاعها، انا عشان اوريكم القوام، هي ماسكه نفسها مش دايبه خالص، يعني لو حد بيحب الكحك الدايب شايفين، يعني المعلقه عدت فيها بس مش دايبه دوب، لو دايبه دوب كانت اتهرست خالص، لو اول يعني من المعلقه ناحيتها دي. اول حاجه ان هو ماسك نفسه مش دايب خالص، ده اول حاجه. تاني حاجه هو سكره يعني خفيف، مش مسكر اوفر، يعني لو حد بيحب الحاجات المسكره لا هيحس ان هو مش مسكر اوفر. احنا انا بالنسبه لي مش بحب السكريات، هو كده مظبوط، حلو جدا، سكره خفيف. والقوام بتاعه هو لا ناعم قوي ولا ناشف، حلو متوسط، يعني ماسك نفسه. يعني ممكن برضو اوري لكم على الحته دي، شايفين شايفين يعني اللي هو الناعم بتلاقيه على طول، لا شايفين ماسك نفسه، يعني لولا ما تضغطي جامد لولا ما يبدا يفرول معاكي. وطبعا هو من جوه محشي، هتلاقوا شكل المكسرات اهي جوه باينه هنا، تمام. هو ده الكحك، هو زي ما قلت لكم سكره مظبوط، قوامه انا بالنسبه لي هو حلو قوي كده. اهو اي حاجه من ريحه الكحك بتاعنا، والعلبه بتاعته اللي هي الصفيح. اخر حاجه هتلاقوها نزلت في كوسكو برضو من حاجات الحلويات الموسميه، هي علبه البقلاوه دي. علبه البقلاوه دي نزلت في افرع كتير، فدوروا عليها في الافرع اللي عندكم في ولاياتكم. انا سالت في الولايه بتاعتنا في الكاستمر سيرفيس، قال لي ان هو لسه الايتم ده جديد ولسه ما وصلش للاسف عندنا في الافرع بتاعتنا، وقال ان هو جاي قريب ان شاء الله. فبرضو لو انتوا حابين تشوفوها، العلبه دي 2 باوند، نازله ب$10، و يعني جايه من الامارات، يعني مش معموله هنا في امريكا. لو انتوا حابين تجربوها برضو دوروا عليها، دي من ضمن الحاجات الجديده اللي نازله في كوسكو برضو. دي كان كل الحاجات اللي انا حبيت اوريها لكم النهارده في الفيديو، وحبيت اشارككم الحاجات الجديده اللي نزلت في كوسكو.